مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج ذا كابيتال، معي أنا من واشنطن مريم معلوف، وضيفي في هذه الحلقة الباحث الأكاديمي الأستاذ الإعلامي رعد الشلال. أهلا وسهلا بك أستاذ رعد. يا مرحبا، يا هلا، تشرفت بوجودي معكم الليلة. شكرا أستاذ رعد. سؤال يطرح نفسه، كيف تنظر إلى تعاطي الإمارات العربية المتحدة مع الانتخابات الأمريكية؟ الإمارات دائما متزنة في التعاطي مع أي مسألة، وهذا أدلة كثير على أرض الواقع، فتعاطت بشكل طبيعي. إن استمر ترامب فالسياسة جارية على ما هي عليه، إن تغير فلا، ما يوجد عندنا توقع في الإمارات أنه راح يصير انقلاب في السياسة الأمريكية، لأن السياسة الأمريكية دائما الدين ومالها المصالح الأمريكية، وهذه تجذرت أكثر في فترة ترامب، فما أتوقع يكون في انقلاب في هذا الموضوع. فتعاطينا أمر في انسيابية يعني. هل هناك ما يجمع بين الولايات المتحدة والإمارات هو موضوع مكافحة الإرهاب؟ وهل هناك تعتقد بأن إدارة بايدن ستكمل ما بدأته إدارة ترامب بالنسبة للعلاقة مع الإمارات، أم سيكون هناك نوع من الانقلاب على هذه العلاقة؟ أتوقع أن راح تستمر الأمور على ما هي عليه لعدة أسباب. أولا، هناك أخطاء ارتكبها الديمقراطيون أيام أوباما، وبالتالي الآن في إعادة حسابات، والكثير من الأسباب راح يكون، أتصور الديمقراطيين أنفسهم راح يكونون أنصاف جمهوريين، فبالتالي ما راح يكون في انقلاب. أتصور التغير اللي ممكن يطرأ هو التعامل مع تركيا ومع إيران، ولكن أيضا تغير، يعني هي تبادل أدوار، يعني كان ترامب يضغط على إيران ويغض الطرف عن تركيا، الآن راح يصبح العكس، يضغط على تركيا و يعني يفتح مساحة من تنفس للرئة الإيرانية، فبالتالي هذه مكان هذه، يعني ما فيها ذاك الاختلاف الواسع. طيب كيف يمكن أن نصف العلاقة مع إيران؟ يعني الإمارات العربية لم، يعني رغم أنه يعني إيران دولة تصدر الإرهاب، ولكن يبدو أن هناك دبلوماسية لازالت قائمة بين البلدين. الإمارات يعني دائما، لاحظي حتى في تركيا وفي كل المواقع، عندما يكون في مشكلة دائما الحضور الإماراتي مع الشعب موجود. فإيران لها عندنا من قبل الخمسينات تجار وناس أبا عن جد موجودين، تجارتهم وتعاطيهم الطبيعي، فمن التأسيس كانت إيران حاضرة والإمارات حاضرة مع إيران، فبالتالي أنه والله يكون الغاء لكل شيء، قطع الشعرة الممكنة هذه بالنسبة للسياسة الإماراتية غير موجود، هي الآن تمد شعرة مع إسرائيل، فبالتالي كان طبيعي المحافظة على هذه الشعرة الدبلوماسية رغم كل الخلافات، لأنه حتى هذه الخلافات لحلها نحتاج إلى هذه الشعرة حتى نسلك من خلالها. يذكر أستاذ رعد أن الديمقراطيين يعتبرون أن حتى اتفاقية السلام التي أبرمت أبراهام أكورد بين إسرائيل والإمارات، القضية الفلسطينية لم تحل بعد، لم تحرز أي، يعني ما رأيك أو ما ردكم على قول أن القضية الفلسطينية يجب تفعيلها هي بالذات؟ يعني والله اللي ينتظر أنه اتفاق الإمارات مع إسرائيل يلغي وجود إسرائيل فهذا يحلم أحلام بعيدة. الاتفاق حفظ مجموعة ونسبة كبيرة من الأراضي، حفظها من الضم، لأن مصلحتنا كإمارات وكعرب في أنه يتم التوقف عن هذه المشاريع أو تعطل على الأقل إلى زمن ما، فبالتالي إحنا في هذه العلاقة بالتأكيد ما راح يصير تغيير جذري للحالة الفلسطينية الإسرائيلية، ولكن من يريد أن ينظر بعين الرضا أو بعين السخط، احنا نقول لو ظل على الوسط راح يرى أنه في مكاسب تحققت الإمارات كبيرة تكنولوجيا وسياسيا ونفوذ. الصندوق المغلق اللي كان حصر على بعض الأطراف اللي تلعب ضد المنطقة، الآن احنا دخلنا واقتحمنا وفتحناه وصرنا نشوف ايش يجري في الداخل، فبالتالي حققنا مصالح جمة من هذا الموضوع وأوقفنا بعض المشاريع، ولكن يأتي الدور على يعني الطرف الفلسطيني نفسه أنه يحاول يستثمر هذه الخطوة بدل ما يلعب ضدها. هني تأتي المفارقة فقط.
نعم أستاذ رعد، شهدنا أن سمو ولي العهد محمد بن زايد كان من أولى المهنئين لبايدن بالفوز، ولكن السعودية ولي العهد السعودي لم يحذو حذوه، ودائما هناك تنسيق إماراتي سعودي. أعتقد أيضا هناك ما يجمعهما بالسياسة الخارجية، أمن المنطقة وما إلى هناك. هل هناك نشهد تباينا هنا؟ هي مسألة، يعني أولا دور الإمارات السعودي دائما في تكامل، فهي مسألة يعني تأني لا أكثر بالنسبة للسعودية، ولا يوجد تعجل بالنسبة للإمارات. هذا بروتوكول جاري من معظم الدول، الإمارات تبعت هذا البروتوكول، السعودية تتأنى حتى يعني تثبت الرؤية مثل ما يقولون. هذا أمر طبيعي، ما له علاقة في حجم التواصل الإماراتي السعودي أو حجم الوحدة، نقدر نقول الوحدة الإماراتية السعودية في الرؤى. أستاذ رعد، الإمارات أولى الدول التي صنفت الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، اليوم تخرج أصوات مسلمة معتدلة ومنظمات أيضا تقوم بتسمية الإخوان والحركات الإسلامية المتطرفة بأنها إرهابية، إلى أي مدى ينعكس ذلك إيجابا على أمن واستقرار دولنا العربية؟ شوف الإخوان، اسمحي لي أبدأ من نقطة، هم يعولون، بعضهم يعول على مرحلة بايدن. أولا الإخوان ثبت أنهم مطايا لمشروع، وأصابوا هذه المطايا، أصابها الجرب وتعفنت وانتهت وورقة واحترقت، كشفت كل هذه الأوراق، أوراق المؤامرة. فبالتالي هم تصنيفهم هذا بالتأكيد يعني جعلهم أمام العالم مكشوفين، أنه هذه الدابة اللي كانت تستخدم للمشروع السابق أيام أوباما، أكاديمية التغيير وملتقى النهضة المدعومة من قطر طبعا، وهذه الأكاديمية اللي نفذوا من خلالها لبث السم وزعزعة المنطقة وإسقاط الأنظمة، وهذه اللعبة الكبرى كلها انكشفت. فبالتالي تصنيفهم بيجعلهم على رف بعيد، حتى ما هو في زاوية، بعيد عن الزاوية، خارج حتى مطبخ السياسة يعني. فبالتالي أكيد يخدم المنطقة. أستاذ رعد، يبدو أنه الإخوان أو هناك أبواق على وسائل التواصل الاجتماعي تهلل لمجيء بايدن، ما الذي يختلف بين الربيع العربي عام 2011 واليوم نحن 2020؟ الدول تغيرت أليس كذلك؟ يعني السعودية محصنة أكثر، الإمارات قوية، أحلامهم ستبوء بالفشل، هل توافق هذا الرأي؟ أم تعتقد أن هناك مشاريع شبيهة بالربيع العربي قادمة؟ اولا ذكرت قبل قليل ان الورقه، يعني اوراق التآمر، تركيا اردوغان اصبح مكشوف حتى في الداخل التركي. الالعاب اللي كانت من الجوار اللي ذكرتها قبل قليل، اكاديميات التغيير، النهضه، صناع الحياه، هذه اصبحت مكشوفه. الاخوان كرت احترق وانتهى، وكل هذا حدث أثناء فترة، يعني كان اثنين بايدن ما هو واحد، كان أوباما وبايدن مع بعض في البيت الأبيض، وتمت كل هذه الأمور بوجوده. فاليوم نحن أكثر قدرة على إحباط أي مسألة. فبالتالي اللي بيلعب كيف راح يلعب؟ هو الأخوان قلنا أنت كف محروق، اللعبة اللي من جيراننا من الجوار القطري بكل المؤسسات اللي كانت تلعبها، اللي كانت تبث سمومه في الداخل، الآن مكشوفة و انكفأت إلى الداخل القطري. فبالتالي كل مساحات اللعب، كل مساحات الخداع انتهت. وأمريكا الصريحة زمن ترامب أحرجت أمريكا المحتلة زمن أوباما وبايدن. فبالتالي الآن هذا كله يجبر ديمقراطيين يكونوا أنصاف جمهوريين في التعامل. فبالتالي ما في أمل بأنه يعود الأمر على ما كان عليه بالطرق اللي كانت السابقة، مستحيل أبدا، هي مكشوفة ومنتهية. كيف تنظر إلى النفوذ الإيراني؟ يعني ربما سيتم العودة إلى المشروع النووي الإيراني، ربما أمريكا ستطلق يد إيران في المنطقة أكثر، كيف تنظر إلى نفوذ الإيراني الذي يسيطر غالبا على 4 عواصم عربية؟ كيف سيكون مستقبل هذا النفوذ في القريب القادم؟ هو أولا يسيطر على 4 عواصم عربية ميتة، يعني 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 تحتاج من ينفخ فيها، يعني يعطيها خلينا نقول قبلة أو نفخة الحياة، يعني فإيش ممكن تخدم هذه العواصم؟ الآن هذه العواصم عبء على إيران وعلى المنطقة ككل. إحنا نحاول نقدم ما
نستطيع لها. فبالتالي يد إيران مغلولة. إيران تحتاج زمن حتى تستعيد عافيتها. فمثلا لو قدم لها دعم، إذا دعم اللي يقدم لها في مرحلة بايدن إذا استخدم للخارج فالداخل الإيراني راح يموت، راح يهلك. وبالتالي إذا استخدم للداخل فأيضا نفوذها بالخارج هو عبء عليها مثل ما تشوفون الواقع الآن. فبالتالي أتصور أنه إيران أمامها مرحلة للتعافي، حتى بعدها ممكن تفكر، يعني يصير عندها تفكير أنها تستعيد نشاطها. وبالتالي إحنا في هذه المرحلة دورنا أنه أتصور وهي خطط معدة لمواجهة أي شيء. الآن القوة السعودية الإماراتية مختلفة عن قبل 4 أو 6 سنوات. كانت قبل 4 أو 6 سنوات قوية ولكنها الآن أقوى. إيران الآن أضعف من قبل، فالتوازنات مختلفة. فأتصور أنه الخليج الآن أكثر قدرة على حماية نفسه حتى لو أخلط أمريكا المنطقة. هل خطوة العراق ومساعدة العراق، يعني اجتماع ولي العهد والقمة الثنائية بين ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة العراقي، هل هذا سيبشر خيرا بعودة العراق إلى عافيته؟ والله الخطوة السعودية تبشر بالخير. ردة فعل العراقية حتى الآن هذه تحتاج زمن حتى نصل إلى حقيقة هل تبشر أم لا. الردود الآنية من العراق تعودنا أنه ما أحد يقدر يحكم عليها، يعني تحتاج وقت تحت الاختبار. فبالتالي استعادة العراق لعروبته أتصور أنها خطوة يعني هم كل الزعماء في المنطقة السعودية وفي الإمارات وبشكل عام. فهذا هدف وأمنية، لكن ننتظر على أرض الواقع إيش راح يبذر من القيادة العراقية في العراق. أنا أشكرك أستاذ رعد الشلال، أكتفي بهذا القدر على أمل لقائك في حوارات أخرى قريبا. شكرا لك. يا مرحبا أستاذ ماريا، وتشرفت بوجودي معك. يا مرحبا.